قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا قيم 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 قيم. يبدو أنها كانت عاصفة كبيرة. للأسف لم تعد الحديقة تصلح لإقامة سباق الدراجات الذي كنت سأقوم بتحكيمه. إذا كانت فرصة اللعب قد ضاعت فإن هناك فرصة لنفعل أمراً أفضل. ما رأيكم أن نتطوع وأن نقوم بتنظيف الحديقة وننقسم إلى فريقين، وبدلاً من التنافس في اللعب نتنافس في العمل. ما هذا؟ إنه جدي. لم أكن أعلم أنك قادم لزيارتنا. في الواقع أنا قادم لزيارة صديق لي يسكن في دار المسنين. إنه مريض بعض الشيء وقد أتيت للاطمئنان عليه. فواز انظر. لا بأس، لازالت أمامنا فرصة لنقوم بعمل رائع إذا سمح لنا جدي. شكرا جزيلا لكم، زيارتكم هذه أسعدتني جدا وأدخلت على قلبي البهجة والسرور. هذا أقل شيء نفعله في خدمة مجتمعنا وأفراده. الآن لدينا شيء نفعله، هل أنتم مستعدون يا أصدقائي؟ بالطبع. ما فعلناه بالأمس؟ يجعلني أشعر بالفخر. أنا أيضاً فخور بكم وبالعمل التطوعي الرائع الذي قمتم به، لذا ما رأيكم أن نقوم كل شهر بعمل تطوعي جديد؟ العمل التطوعي بذرة نقاء نساعد به المجتمع ونرتقي به. كم أنا فخور بكم يا أبنائي. Oh, 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 oh,